سئل الشيخ صالح الجعفري يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: هل يوجد دعاء ندعو به لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام؟ فقال: إذا كنت تعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وتؤدي أوامر الله تعالى وتجتنب نواهيه وتقول 100 مرة قبل أن تنام: اللهم إني أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك أن ترني وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما هو عندك، فسوف تراه إن شاء الله تعالى.